الجزائر أنوان، نشرة الأخبار. وفي مستهلها، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل نائب وزير الخارجية الروسي. الفريق أول صعيد شنغريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل نائب وزير الشؤون الخارجية والممثل الخاص لرئيس فيدرالية روسيا للشرق الأوسط وإفريقيا. الوزير الأول نادر العرباوي يشرف على مراسم توقيع اتفاقية احتضان الجزائر لمعرض التجارة البينية الإفريقية المقرر عقده في 2025. جثمان والنائب العام المساعد ميلودي ليسيو واريثارا رفقة أبنائه الثلاثة. ولي ولاية مستغانم يشرف على تبادل تهاني عيد الفطرة. دولياً، الاحتلال والصهيوني يعتقل أكثر من 8240 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي النشرة تتابعون، الجوق الأندلسي بباريس يحيي سهرة أندلسية. بداية، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون نائب وزير الخارجية الممثل الشخصي للرئيس الروسي المكلف بالشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف. اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام وأمين عام وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الوناس مجرمان. هذا واستقبل الفريق أول صعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الشؤون الخارجية والممثل الخاص لرئيس فيدرالية روسيا للشرق الأوسط وإفريقيا. اللقاء حضره ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد الروسي. هذا وتبادل الطرفان التحليلات ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. إلى خبر آخر، أشرف الوزير والأول نذير العرباوي بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال رفقة رئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الإفريقية ورئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الأسبق على مراسم توقيع اتفاقية استضافة الدورة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية المقرر تنظيمها بالجزائر في سبتمبر 2025 بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. أوريا ثرى بولاية بريك المنتدبة جثمان النائب العام المساعد ميلوديلس رفقة أبنائه الثلاثة بحضور الأمين العام لوزارة العدل ووالي ولاية باتنا بمعية السلطات العسكرية والأمنية وجمع غفير من سكان بريكة. إن لله وإن إليه راجعون. ولاية بريك المنتدبة قضى 20 عاما في صحراء الجزائر المبرورة، حيث هناك شيبة من معاني الشيخ سيدي بن لتبير عشق الصحراء وأضرار وزواياها. إننا نؤمن بقضاء الله وقدره. اللهم ارزقهم الثلاث، اللهم ثبتهم عند المسألة، اللهم ثبتهم عند السؤال، اللهم ثبتهم عند السؤال، اللهم زد في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم. أشرف والي ولاية مستغانم أحمد بودوح على حفل تبادل تهاني عيد الفطر المبارك. الحفل عرف حضور السيد الأمين العام للولاية، السلطات المحلية المدنية والأمنية. تفاصيل أكثر نتابعها في تغطية واتي عباس. وبهذه المناسبة الدينية العظيمة نتوسل إلى الله جل وعلا أن يجمع شمل الشعب الجزائري وإن يوحد صفوف أبناء هذا الوطن الغالي. نلتقي اليوم لنعزز صرحا يتمثل في التعاضد والتلاحم والعمل على أن لا تكون هناك هوة بين المسؤول والمواطن. تعسيس لسنة تتمثل في التغافر والمعايدة طبقا لما سنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. بهذه المناسبة السعيدة أود أن أوجه خالص التهاني والتبريكات لشعبنا في ربوع جزائر الحبيبة عامة ولساكنة ولاية مستغانم العامرة خاصة.
خاصة داعين الله عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة السعيدة لمزيد من الخير والرفاه والطمأنينة والازدهار. أشكر سيد والي الولاية المحترم على هذا الجمع الطيب الذي جمعنا اليوم لتبادل التهاني عيد الفطر المبارك. وبمناسبة بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم باسمي وباسم زملائي أعضاء المجلس الأعلى للشباب في أحر التهاني لكافة إطارات الولاية وعلى رأسها السيد والي الولاية والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي. في شأن الدولي أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بأن 8240 مواطنا اعتقلوا من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. هذا وفد البيان أن قوة الاحتلال الصهيوني شنت حملة اعتقالات واسعة منذ مساء الأحد طالت 25 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية من بينهم فتاة بالإضافة إلى أسرى سابقين. ثقافيا وبتلمسان، حيث كان العيد أندلسيا بامتياز بعد أن أحيا الجوق الأندلسي بباريس سهرة أندلسية لامس فيها الجمهور والحاضر عبق الحضارة الزيانية. فريد عسكر في المتابعة. جسر أندلسي، ذلك الذي عبره الجمهور من باريس إلى تلمسان حين عزف الجوق الأندلسي بباريس على أوتار الحضارة. وهو رحلة الموسيقى الأندلسية من تلمسان إلى باريس، بحيث كما تشوفوا فيما يخص المحافظة على التراث التلمساني والتراث الأندلسي الجزائري، كانت هذه الفرقة الموسيقية الأندلسية لباريس اللي فيها معظم أعضائها كانوا من خريجي مدرسة تلمسان، واليوم هم تم داروا مدرسة باش يعلموا أبناء الجالية الجزائرية هذا التراث. مساء النور على احلى قناه اللي دائما نفوت عليها. نحب نقول لكم تحيه اول شيء. الاجواء راها رائعه كما كتشوفوا، مجموعه فنانين حاضرين. نتمنى لكم عيد مبارك وكل عام وانتم بخير وان شاء الله يدخل علينا بالربح والصحه. اذا والحصه والحفله الفنيه هذه اللي عملناها لندرسها مدير الثقافه والفنون خاصه لعيد الفطر المبارك هي من طابع الاندلسي كما هضرنا من تنشيط لونسوم اندالو دو باري. وهذا الحفل اللي هو يبرز الطابع الاندلسي اللي لازمنا نحافظوا عليه. الى هنا مشاهدينا نصل الى طي اوراق نشرتنا لنهار اليوم، شكرا على كرم الاصغاء والمتابعة. الجزائر انوان نشرة الاخبار.